فقط تخيل معي، ماذا لو كنت لا تطيل النظر في الآخرين، أو بمعنى آخر لا تحدق في الآخرين، تذهب وتركز وتفعل ما أنت تريده، ما أنت مركز عليه، ما تراه مناسبا لك، ولا تنظر إلى الآخرين وتترك حالات الآخرين ومواقفهم بدون تعليق، تمر كأنك لم تمر. السلام عليكم، أنا أخوكم في الله. هل تعلم ما السبب في كون هناك مجموعة من الناس دخلوا في أزمات نفسية مثل الاكتئاب والانعزال على الآخرين وغيرها من الأمراض النفسية الأخرى؟ السبب هو الضغط الذي يتعرض عليه الفرد من طرف المجتمع، مثل السخرية والتنمر أو التحديق. وبالمناسبة هذا ما سنتكلم عليه في هذا الفيديو. في هذا الفيديو سنتكلم بالضبط عن ما هو التحديق وكيف يؤثر عن الآخرين، أي من يمارس عنهم، وهل يؤثر على من يمارس الفعل أم لا، وما هي بعض الحلول للتخلص من هذه العادة التي قد تدمر حياة الكثيرين. بسم الله نبدأ. التحديق هو نوع من النظر إلى الآخرين، وغالبا يكون في مدة طويلة بعض الشيء، ويكون إما بغاية البحث عن عيوب الآخرين أو لشيء آخر، لكن نحن سنركز على الحالة الأولى الذي تكون فيه الغاية من ذلك هو السخرية وتسليط الضوء عن نواقص الآخرين. على سبيل المثال، عندما يكون شخصا يتحدث في الهاتف، أو يتحدث مع زوجته في الشارع، أو شخص يتناول وجبة غذائية، تجد أن هناك مجموعة من الأشخاص يحدقون به ويطيلون النظر به حتى يرتبك ويظن أنه فعل شيئا خاطئا، أو يكره تواجده في الأماكن العامة، مما يجعله منعزلا ويخشى التواصل مع الناس. لكن بالمقابل، حتى من يقوم بعملية التحديق هو الآخر يتأثر بذلك، وذلك من خلال استعمال كل تلك المعلومات التي حصل عليها أثناء عملية التحديق في التكلم عن الأشخاص مع أصدقائه أو عائلته. وبالتالي من يريد التخلص من التكلم في أعراض الناس عليه بترك التحديق في الآخرين في الأماكن العامة. فهذا يتحدث مع زوجته وتلك تنتظر دورها، وآخر مشغول بهاتفه، وآخر يأكل. فلماذا لا تنشغل بنفسك ودع الناس في حالها بلا تعليق؟ أسوأ أنواع التحديق هو التحديق تجاه من به مرض أو إعاقة، أو من له شكل مختلف بعض الشيء. إن ترك التحديق من رقي المجتمع. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.